في حد هيكلم كلمة صغيرة لمدة دقيقة نيابة عن المجموعة اللي موجودة. أستاذ وائل رمضان. رجالة اولا يا جماعه انا بحبكم جدا ومشكورين جدا ان انتوا واقفين يعني رجالة. وفي رجاله في مصر بجد واللي عايز اقول ان الثوار المصابين ما زالوا صامدين في قلب ميدان التحرير لاخر فتره في دمائهم زي ما عملناها في الاول هنعملها في الاخر لان احنا بنحب البلد دي وبنحب مصر بجد ولازم مطالب الثوره تتحقق واهداف الثوره تتحقق وهنموت في قلب ميدان التحرير لاخر فتره في دمائنا لحد ما نجيب حق اولادنا وحق شباب مصر اللي ماتوا يوم 25 كلنا يوم 25 كلنا هنكمل المشوار ثوار هنكمل المشوار.